بس باللي حلوه ما حلوه اوفا ويا ضحكه حلوه اوفا ما حلوه شو اجيب لك يعني بس بدفتك حلوه حلوه ما راح اشتريها يلا اذا خلينا نروح على البرنامج احسن خلينا نشوف بهذا المكان مالو عندك الحساب مناظرات عطور كل شيء كلاشي ملابس تعال 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 السلام عليكم شلون الصحه برنامج طباب خير بقناة رشيد الفضائيه هلا بك دا تشترون عطور مو ايه لازم بالزوجين جدد اي جدد كيف صارتكم صار تقريبا اسبوعين اسبوعين ماني اقول العطور دائما المزوجين جدد يومي عطور فلوس كلها على العطور لازم في البدايه زين برنامج طباب خير شاركون بي ايه جوائز من شركه باريس شاركون بي ايه نستمر نبلش اذا شباب داير مستمرين الاسم حيدر حيدوري شلونك حيدوري نعمه اخبارك زين كل الهلا بيك حيدر حيدر منا شو اسمك اني غفران غفران تعال منا غفران شو سالتك شو اسمك قلت لي اني غفران. يعني من العز ليش هو يعني اكو غير شويه دائما انت وياه طبعا ان شاء الله ماكو غيرش بقلبك صحيح تقول غفران طبعا صدق حلو يريد يشارك بالبرنامج تهم عاجبك تشارك بالبرنامج بيها سفره من شركه باريس السياحه والسفر تمام ما عاجبك تروحون سفره اذا وياه طبعا عاجبني طبعا العدويه العدويه عامل غير وياه قابل يوم امك ربي يحفظكم ان شاء الله يا ربي الحياه السعيده بما نوصلكم اسبوعين من الزوجين يقول اسبوعين اسبوعين من الزوجين بس اسبوعين اي اسبوعين اسبوعين من الزوجين يابا يعني والله وداعتك طيب بما نوصلكم اسبوعين من الزوجين انت متاكد مسترخي لو مسترخي اي مسترخي مسترخي طيب عندنا ثلاث اسئله تريد نسوي اربعه ما عندنا مشكله لا اللي جاوب على اسئلتنا بصراحه وبمصداقيه وبجراه راح يربح بدون نقاش ما راح تجاوب بصراحه ما راح تربح ممكن تنسحب تنسحب لا جاوبيني بصراحه طبعاً. على كل شيء طبعا اكيد اكيد وعد متاكده من وعد يلا من اللي يوعد لازم يوفي بوعده وخلينا نشوف والجمهور راح يحكم انتم صادقين ودائما يقدرون تجاوبون على اسئلتنا اللي هي من الجمهور نفسه يلا خلينا نبلش ويا حيدر حيدر و غفران يا انسى الاسماء انا مشكلتي انسى الاسماء شلون سالفه حيدر وغفران حيدر ان شاء الله غفران اليوم تغفر لك بعد ما راح تجاوب على اسئلتنا ان شاء الله حلو اسئلتنا تقول السؤال الاول كنا قبل الزواج نحب الولد شباب نحب قبل الزواج سؤال بالله حب قبل الزواج ولا لا اوه كمان شلون شلون عيد ليها اوه كمان ها شو مسوي انت بس قول لي شو اسمك حيدر حيدر طيب يعني كمان كمان ولحد هسه ولا شلون ولحد هسه ولحد هسه طبعا يعني هاي مع سبق الاصرار والترصد هاي الحركه زين اوكي الله يسعدكم ان شاء الله اهم شيء هو اهم شيء انت فزتي بي وانت فزت بيها يعني رغم يعني علاقات وكذا عابره وحب أكيد. حتى حب اكو لكن هي فازت بقلبك بعد طيب السؤال يقول انت قلت بصراحه من حقك تنسحب فما خايف لا انا دا احسك خايف المخرج يقول لي خايف الاخ من حقي ينسحب تنسحب لا تنسحب يا اخي جني تنسحب قبل ما اسال لا لا حلو السؤال الاول واللي يقول لو حبيبتك السابقه اجتني هسه انت وزوجتك وشفتها دا تمشي وعدها طفل قلبك ما راح ينغزك شويه والله لا لا اسمعني اسمعني انا ما قلت لك تحين وكذا وما اعرف ايش انت متزوج تحب زوجتك سؤال يعني نغزة بسيطة راح ينغزك لو ما ينغزك قلبك قلنا بصراحة ما علينا بها جاوبني يعني لابد اكو نغزة لا ما اكو نغزة هو قال بس اسمحي لي تهدي هسه احنا بعدنا يعني. احنا بعدنا بالبداية هو قال يعني اكو نغزة بسيطة لا تاخذيها قولي ويش يعني اصلا عشان في ساعة جدي دقيقة احنا طبابين خير والله يا رب
يا رب قدرنا على فعل خير. اسمحوا لي اسمحوا لي، اهدأوا اهدأوا. السؤال الأول يعني أكو نغزة بسيطة؟ أكو أكو نغزة. إذا السؤال الأول جوابه صحيح وأنا متأكد جواب بمصداقية، رغم إنه زوجته يعني معقلي شو بوجهه، لكن هو قدر يجاوب بمصداقية بصراحة. السؤال الثاني واللي يقول، أنت قاعدة بيت وحدك لو ويا أهلك؟ لا واحد يعني وحدك؟ نعم وحدك. وحدي. حلو. تقدرين ترجعين ويا بيت أهلك؟ ويا بيت أهله تقعدين؟ ويا بيت أهل زوجي؟ أي؟ لا وحدنا. وحدكم؟ وحدنا. طبعاً هو هذا مو السؤال، بس ما أعرف ليش المزوجات من تطلع بيت وحدها تضربها طلقة ولا تقول لها ترجعين بيت عيالك، ما أعرف. على العموم الله يقدرنا على فعل الخير دائماً وأبداً. السؤال الثاني، ثاني، شو تسوين؟ تعدي صديقات؟ طبعاً. شو تسوين إذا شفتي قاعدة يم صديقتك وشفتي رقم تليفون زوجك يم صديقتك؟ بصراحة دقيق، من حقك تنسحبين لو جاوبين بصراحة. لا أجاوب بصراحة. جواب شنو؟ الجواب إنه أقتل صديقتي وأرجع على زوجي هم أقتله. قلتلي خلاص؟ طبعاً. موت؟ طبعاً. أنت من جاوياش؟ والدتي وحماتي. زين جاية وياها والدتها؟ غير تجيب أمك وياها. والله غدا. زين اوكي تمام تمام. على صراحتكم السؤال الثاني ما شاء الله عليك صحيح، وسؤالين صح، وصلنا للسؤال الثالث. وقف دقيقه دقيقه الباتري، خلي بس من البطاريه. حبيبي كل هلا هلا وقلبي هلا. يلا جاوب بسرعه. يلا عيني اي واحد ياخذ صوره على راسي. قلبي اتشرف. برامجك كلش حلوه. اتشرف الشرف قلبي اتشرف. كل ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا. بس خلي ايه ويا الولد اي صور صور يعني. مرحبا استاذ. هلا وهلا بيك. هلا اهلا. ما شاء الله كاميرتك حلوه كلش. انا حلوه اكيد. انت احلى. ممكن اخذها عادي. ما كملت الكاميرا شنو؟ لا بعد اصور اخذتي يعني الاضويه والهاي يعني الكاميرات خلوها. زوجتي يعني عادي حبيبتي زوجتي. شخصيتك كيوت وعجبتني حبيبتي، ممكن يعني اخذ صوره. تفضل. تعرفيهم دول؟ نعم. تعرفيهم؟ نعم. اقول لك شنو نصور نبلش؟ بس راح بس استعجل لان ترى عندنا تصوير. ترى هي مجرد. لا لا بس ابو حبيت عيوني يعني حرامات مثل عيون الحلوه رايحه على المنابر. ها نبلش لو شنو؟ والله حبيبي طبيعي عادي. لا وقفت التصوير. ليش يعني عندك اعتراف؟ طبعا زوجتي ما صورت وما عندك اعتراف. زوجتي قبل. عندك اعتراف؟ قبلت؟ وين مبتسم على ايش؟ قبلت يلا وينك؟ يلا حبيبي. يابا ترى ما راح اعرف. والله موجود. والله ما راح يطير. بس عندنا تصوير ترى. يعني ترى طولت. يلا خذوا صورة يلا. وانا تخيل. بس عندنا تصوير ترى عندنا تصوير بدنا نكمل هسه هسه الشباب ما اخذوا صوره وراحوا. لا بس انا اخذوا صوره على شنو؟ زوجها قابل ومبتسم وفرحان. على اسمها لقيتي صوره؟ لا طقيت. ما طقنا صوره مصور؟ لا طقنا. اي بعد شنو؟ بدنا ناخذ لنا صوره؟ لا 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 ما عملنا ولا تعال ما حد صوره انا عادي ما صور لحظه صور لحظه صور لحظه ترى هواي شباب بالمول مو بس الا زوجي. يا بدنا نصور بدنا نصور وبلا زحمه عليك بدنا نصور بس بلا زحمه. وين المشكله بالمول؟ بدنا نصور وبس العالم هو راضي. هي شوف لا دقيقه 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 يا ترى بدنا نصور يعني ترى نصور يعني بس نصور مو يعني هسه مو اللي يا عيني اللي قدش اخذوا صور وراحوا بس استعد ما تاخذ صوره لحد صوره وحده ما اخذ يلا على السريع يلا 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 تصوير تصوير تصوير
اذا مشاهدينا راحت ودزينا العصابة حتى تروح تجيك. اذا هذا كان اول مقلب مع العائلة. خلينا نشوف نحاول نصالحهم. تعالوا وياي تعالوا وياي تعالوا وياي. ارجع 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 يمك يمك يمك. حلو. دقيقة دقيقة. رجعوا رجعوا رجعوا. وين رايح؟ صالحتوها؟ ليش مو يا علي؟ زين رجعوا له. تعالوا 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 رجعوا رجعوا لي ورا. رجعوا خلينا نرجع لمكاننا. دقيقة بس هدي. هذا كان مقلب غصون وغادة من ضمن الكادر. ايش فيك دشتي ورحتي ضربتي بوجهي؟ طلع لك اي تجيته تصوير عادي. احنا جايين نشتري وانتوا جيتوا علينا. انت ما قلت تسوي شي مقلب او هاي؟ لا ما قلنا مو انت. بس اسمحي. اي طبعا يعني زوجي وغار علي. انت ما تتابعه مقالبنا؟ لا مو كلش. ليش ما عرفتي هذا مقلب؟ لا. ليش؟ اول مره اشوفه. اول مره تشوف البرنامج؟ اي. لو شفت الناس اخذت صور و... اي اي يعني شفته يعني حقيقه صارت. وزوجي حيروح من عندي. كان؟ زوجي حيروح من عندي. دقيق. احبه. دقيقه يعني هم الناس اللي ياخذوا الصور ياخذون وياك عادي بس هو لا. ليش؟ لا شنو المشكله؟ زي ما انت قلتي صادق هواي هو يعني قدم قبل يعني قبلي. تعال تعال تعال. طب انت فرحان على الصور عجبتك السالفه؟ ما قال عفوا. اذا ربحتوا جائزه من شركه فاريس للسياحه والسفر. مبروك عليكم. طبعا الوزيريه مقابل معارض السيارات سفرة إلك وإلى تاخذيه وتروحين بدون ما ينغصون عليكم الروحة والسفرة. نتمنى ما ضجتوا. انت بعد وجهك اصفر ليش؟ صالحين معودة صالحوها. راضية؟ من 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 ننهي التصوير؟ راضية؟ لا لا لا, لا. من الهيدا بتقولي الراضي عليهم شويه؟ لا لا لازم ترضي. احنا لا راح نعرض المقلب. ماكو مشكله؟ لا عادي ماكو مشكله. راضيه؟ طبعا. خلاص خلاص خلاص. انت راضي؟ انا متاكد. يعني قصدي صور هاي هذا بيش بي مسترخي اصلا. يعني هو راضي غير انت تحكي له تعال امشي. انت تجريه وما يقبل يجي وياك. انا ذكرت ليش راح اكد اقول هو قابل. زين طيب شويه جت بنيه ظليت يعني منصدمة بيها من جدتي. سمت عليها صدق؟ ما تعرفيها؟ ما شايفتها قبل؟ لا يقول لي نبي. يقول لي صديقتي هاي. وصار لي هي حامية طلعت الحلقة بيها. أقول لك ضايجة يعني مو بسبب برنامج طباخ خير مشاهدينا. يعني هو مضوجة قبل شوية جدتي صديقته. أمريها صديقتك؟ كانت وياها بالدوام. قد صار لك علاقة وياها؟ تقريبا سنتين. في دول قبل سنتين على علاقة بيك؟ لا مو علاقة حب. لا صداقة فقط. صداقة يا معودة. صداقة وتمر. صداقة صداقة وتمشي تمشي تصعد. صدق؟ طبعا ان شاء الله ما تسعد. المهم انه انتم ان شاء الله انجمعتوا في بيت واحد. جمعكم الحب ان شاء الله. فاتكم اسبوعين متزوجين ان شاء الله دائما طول العمر تبقون متزوجين ونشوف اولاد اولادكم. هذا كان مقلب من برنامج طباب خير. نعرض الحلقه. ماكو مشكله. مبروك عليكم الجائزه. اعطيني بوسه. تحياتي اختي. اخذيه لا تهديه من ابد. شلي بدي. شلي شلي شلي. يلا بالعافية عليك. ربي يحفظك ويخليكم. إذا هذا أول مقلب من برنامج طباب خير. الله يقدرنا إن شاء الله على فعل الخير. إن شاء الله يا رب. تعالوا يا أخي. شلون الصحة؟ زين؟ ابو ابو يوسف شلون الامور ابو يوسف؟ سلمك خليك. شلون الصحة؟ مرحبا. صاركم هواي واقفين تنتظروني؟ تقريبا. طبعا تحياتنا لسوسن بقسم العلاقات. نتمنى ان شاء الله ما اخرناكم. لا ما اخرنا ان شاء الله. ام يوسف. يوسف شلون الصحة؟ الحمد لله. موظفة؟ دكتورة. ما شاء الله دكتورة. اي نعم. يا ربي ان شاء الله. ماكو شيء علم دكتورة؟ بروفيسور. بروفيسور ان شاء الله. بروفيسور ان شاء الله يا رب. شو اسمك انت؟ عبودي. عبودي يعني من الكبير انت؟ كبيري سما. ها؟ سما بنيه. البنيه يعني هسه انت ابو سما لو ابو
على صغير. على صغير؟ أصغر واحد؟ أصغر واحد. أنت ما تفرق لا بين ولد ولا بنت. نعم. أنت شو اسمك؟ غسان. ها؟ يوسف غسان. يوسف غسان، ما يقول يوسف أحد، يذكر أبوه وياه. رب يحفظهم ويخلي لك إياهم يا أبو يوسف يا أم يوسف. أم يوسف وأبو يوسف صيروا شوية قريبين هنا. لا 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 خليكم خليكم على وقتكم، ارجعوا ارجعوا، خليني أشوف وجه الكاميرا. ثلاث أسئلة. برنامجنا طباب خير مبني على الصراحة والمصداقية، وأنت حضرتش دكتورة. أي نعم. تجاوبين بصراحة. أي نعم. تقدرين تجاوبين بصراحة أمام الجمهور والكاميرا؟ أي أقدر عادي. صريحة؟ أي صريحة. بكل شيء؟ كل شيء. أمام الناس وأمام نفسك. أوكي. ألو. أبو يوسف. أي نعم. صريح؟ صريح. أمام الناس؟ أمام الناس. وعد أي سؤال أسألك إياه تجاوبني بصراحة؟ طبيعي. وعد؟ وعد وعد. حلو. طيب، بما أنه أنت وعدت، وعد الحردين. نعم. وعد الحردين. إيه. حلو. طيب. من حقك من بعد ما اسال السؤال تنسحب وتروح عليك جائزه هي من شركه باريس للسياحه والسفر، جائزه لشخصين والاطفال مجانا، ومن حقك تستمر. لكن انت قلت انا صراحه يعني معناه راح تستمر. السؤال الاول واللي يقول ورقه وين راحت؟ السؤال الاول اللي يهم كل عائله عراقيه وكل زوج وزوجه، اللي دائما تفضلين تقعدين بيت وحدك لو يا عيالك، خلينا نشوف. انت قاعده بيت وحدك لو ويا عيالك؟ لا ويا عيالي. ويا عيالك؟ ويا عيالي. بعد هذا كم سنه صار لكم متزوجين؟ صار لنا 9 سنوات. ما شاء الله يا ربي، 9 سنوات ودكتوره. اي نعم. وبعد قاعده ويا عيالك. اي نعم. عمرك والله بداعتك ماكو الا الخير ان شاء الله. احنا طبابين خير ومعي عمر عليه ما شاء الله. 9 سنوات. اي نعم. ودكتوره. اي نعم. جامعيه. اي نعم. وقاعده ويا عيالك. اي ما شاء الله، الله يديم المحبة بينك وبين عيالك. آمين. قولي آمين. آمين. عافية. زين، سؤال يقول وانت قلتي أجاوب صراحة، تتمنين تقعدين بيت وحدك أنت ورجلك وأطفالك لو تبقين قاعدة ويا عيالك؟ جيت على وتر الحساس. يعني أتمنى أقعد، يعني أتمنى أقعد. احنا ما نريد يعني، يعني مو جواب. تريدين تقعدين ببيت وحدك لو يم عيالك؟ قولي لي. لا لا بيت وحدي اكيد. سال ايش بيهم هل ايش بيهم ليش؟ والله العظيم يا اخي ليش؟ نتعب ونشقى ونركض ايه. وكذا خلينا تعال هيك ليش؟ والله العظيم ليش؟ نرجع دقيقه هسه اخذ لك حقك وداعتك، خليك هنا شويه تشتعلين بتعلم لا تروح بعيد. والله ايش تسوي؟ خلينا انا وياك واحد يواسي الله. قرب تقرب. انت خما مشنجه؟ لا ما مشنجه، طبيعيه. اكيد اكيد يعني طبيعيه. طبيعيه. طيب السؤال يقول اي بيت وحدك؟ بيت وحدي. مو يا عيالك؟ مو يا عيالي. عيالك دي يتابعونه تسويني. مشكله. اول سؤال هو يعتبر جواب صحيح، ما شاء الله عليك جاوبت بصراحه. لا تزعل لا تزعل، هاي حقيقه. كل مره تتمنى تقعد بيت وحدة، صح لو غلط؟ صح لو غلط؟ صح. حلو. السؤال الثاني واللي يقول تنسحبون لو نكمل؟ لا يلا كمل كمل كمل. السؤال الثاني واللي يقول اذا مكان عاجبك تروح له انت وهي ترفض ان تروح هذا المكان، راح تروح له؟ لا اذا انت عاجبك. اذا مقتنع يا روح له حتى وان كانت هي ما عاجبك. طبعا. حتى اذا هي ما راضيه. زين ماشي، يعني راي المراه غير يكون محترم. طبعا محترم. رايها انه ما يعجبها تروح هذا المكان. قناعه قناعه. يعني مقتنع، اذا مقتنع انا كافي. يعني حتى اذا هي رفضت؟ اذا هي رفضت. واذا هي رفضت بتروح يعني راح تروح؟ هذا عمار. اذا رفضت هي راح تروح للمكان اللي انت مقتنع. هتروح وياي. لا تفرق. شوف بابا تعال 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 يا ابني. انت ايه؟ انت قلت انا اجاوب بصراحه. بصراحه يا اخي من حقك تنسحب. لا ما انسحب. زين ما مقتنع. ما مقتنع. مقتنع مقتنع يعني الجواب النهائي انه تروح بالمكان اللي هي ما مقتنعه به؟ طبعا. يعني تمشي ورا رايك؟ طبعا رايي. يقول اروح حتى اذا هي قالت لي تروح بهذا المكان انا اروح. ليش؟ اني مالي كلمه مالي راي مالي شخصيه؟ والله العظيم يا ام يوسف هسه دا اقول له يعني راي المراه غير يكون محترم. ليش يا شباب؟ بس انا مقتنع بمكان اروح له. انت مقتنع صح، بس راي الزوجه اقتنع عن نفسك. راي الدكتوره مهم يا اخي. زين ماشي ماشي، لكن هذا يدل على انه هو صريح وصاحب شخصيه قويه. حضرتك موظف؟ موظف. نعم موظف.
طيب ثاني جواب ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم والله العظيم عاشت ايدك وصحيح جوابين صحيح بقالهم سؤال اخير ويربحون جائزه شركه باريس للسياحه والسفر. السؤال الاخير واللي يقول وقف وقفت الكاميرا وقفنا يلا طلع خلينا ارتاح شويه. سؤال واحد وتربحون الجائزه بس خلاص هاي اسئله حلوه ان شاء الله. صح هاي لا الحمد لله لا ما تروح مشاكل كلها لحبيبي كلها لا يا قلب لا عادي استمد ما نسوي تابع برامجنا طبعا تخبل برامجكم والله العظيم شوفوها دائما يعني وطب بخير كله خير تجمل قلبك حبيبي يا مرحبا يا مرحبا كلها لا اي بس على السريع لان راح نصور ترى تجمل قلبك عشان كاميرتي ما تطلع هيك. نعم صوره ويا الاستاذ ما عندي مشكله عادي اخذ صوره عادي ما فيش كان شباب صرت نبلش مو كانه عايفين المذيع وجايين على زوجي مو عايز هساعد انا مستغرب يعني صراحه انا عطاني صرت فيهم لا بعرفهم جهاله جهاله اي جهاله لا لا كلهم جايين وعنده بعد بنية أكبر وبعدها شباب والله هلا المذيع والله انا صار لي ساعه اتفرج عن شخصيته قويه مبين واضح هو لو سايق اخذ راحتك عادي حكي اي عادي عادي يعني ما تعرفيهم لا لا ما اعرفهم على بالي حتى يعني بصراحه هو اصلا ما اعترف ترى على بالي تعرفيهم لا لا ما اعرفهم نهائيا هو اصلا ما اعترف لا يعني هو راح اكيد ما معترف اكيد لا اخذوا راحتكم عادي ليش تشيلي اكيد يعني لا اخذوا راحتكم اخذوا راحتكم عادي مش بس ترى عندنا تصوير حاولوا تستعجلون فيديو ما قاعد تطلع صوره حلوه انت مو قلتي مو قلتي عادي دكتوره ترى ما كنا نصور لا دقيقة وين البيت راحتكم اطلعوا جايزة وروحوا لا 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 وين جائزة بعدنا ينس والله كل شيء ما حتى جائزة كل شيء ولا زعل تعي 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 ما ترى تعال والله هذا مقلب بس دقيقة ما من ضمن الكادر غصب ولا أخذ راحتي أخذ راحتي أبوي يجي على زوجي دكتورة كل شيء ولا دكتورة أحلى صفقة شباب الشاب هو كرار طبعا أيضا ويانا والبنات تعال كرار شوفي نعم عاجبني لك اعتذر من باسل سر هذا خالص هذا طبعا كرار وايضا غصن وغاده من ضمن الكادر بس ما شاء الله عليك دكتوره بس ما تحملتي الموقف ليش جانب الدراسه والدكتوره واحد وجانب العائله والزوج واحد خطا شو تقول والله حقها اذا حقها لعد انت شو ساكت وفرحان على الزلبه بس اعتيلي ما عندك تعليق ليش ضل ساكت بقيت ساكت وعاجبتك الصور وما ادري هي عاجبتني الصور هي حلوه حلوه صور حلوه لين هم بيها لو شنو الكاميرا حلوه لا صور حلوه الصور يقول عجبتني الصور عجبتك هنا حسابه بالبيت هنا انا عادي بس حسابك بالبيت واحد لا 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 من شركه باريس دكتوره من شركه باريس الوزيريه مقابل معارض السيارات ربحتوا سفره رحله انت وابو يوسف ابو يوسف والاطفال من شركه باريس مبروك عليكم السفره اهم شيء دقيقه 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 تكونين صالحوها مره ثانيه تكونين راضيه عليهم لا 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 امانه الله لا 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 ما زعلانه لا نهائيا نهائيا زين نهائيا هذا كان مقلب من برنامج طباب خير نعرض الحلقه شنو نعرضها نعرض الحلقه دكتور نعرض الحلقه مبروك عليكم بس انت ايش عجب ما توقعتي هذا المقلب ليه شفتي صور كرار اي يعني؟ لا لا نهائيا ما شكيت وخاصه بالولد نهائيا وبالبنات لا استغربت لان قلت عمو المذيع جو على زوجي شنو المشكله ما توقعت نهائيا ولا شكيت ربي يحفظكم ان شاء الله يا رب الحياه السعيده لكم وان شاء الله يا رب تطلعين بيت واحد شكرا ان شاء الله تحياتنا لكم اذا برنامج تحياتي للكادر تحياتنا لك يا غالي خليكم وتحيات كل كادر قناه رشيد حضرتك اذا مشاهدينا مستمرين تعالوا وياي برنامج طباب خير والله قدرنا على فعل الخير تعالوا وياي
السلام عليكم. يعني بما ان المصور راضي يسوي حادث وياكم احنا كلش اسفين. احنا حاضرين احنا لاي فصل. الزميل المخرج عنده فلوس هوايه ترى. الله يسلمك. عمر ابو ايش؟ ابو فجر. عمر ابو فجر. عمر يعني ما بيها مجال لازم تشارك يعني. لا اصلا. تعال حبيبي تعال. لا ابد الا تجي. برنامج طبعا خير وقناه رشيد الفضائيه من حقك تشارك ونستمر ومن حقك تروح بوجهك. عاجبك؟ اكو جائزه من شركه باريس سافره. شو تقول؟ عجبتك؟ اوكي. يعني داير؟ هذا هو. نستمر تعب بالاشياء يعني. تعال يا البرنامج مبني على الجواب بمصداقية وبصراحة. عندكم الاستعداد تجاوبون بصراحة ومصداقية؟ إذا مو صراحة ما تصير حلوة. عاشت إيدك. وعد. وعد. وعد الحردين. وعد الحردين. صراحة مهما يكون. هو وعد الحردين بس أنت. هلا هلا بالمروه. هلا هلا بالمروه. صعب. أم فجر. شو أنا اليوم أعتقد ما راح يطلع عليه فجر يعني. عليه الفجر من وراك. لا ان شاء الله يا ربي يطلع الفجر وبابتسامه ان شاء الله. الله يحفظك ويخليك. انت بس تفاعل بالخير راح تلقاه قدامك. ام فجر. لا برو. ام فجر جابني بصراحه. طبعا. مصداقيه. مصداقيه دائما وابدا. دائما. حلو. جاهزين؟ السؤال يقول خشوا السؤال المن. سؤالي لك، قاعد وين انت حاليا؟ يم اهلك؟ نعم. يم اهلك؟ ايه. حلو. قصركم بالزوجين؟ راح يصير سنتين وشويه. قاعد يم اهلك. اذا اهل زوجتك رادوا من عندك تسكن يمهم انت وعائلتك، يعني انت وزوجتك راح تروح تسكن يم اهل مرتك لو لا؟ والله شوف، هي مو كل واحد يتقبل هذا الشيء، بس اكو ناس يعني. هسه انا بالنسبه لي ظرف يحكمني. دقيقه بعدين نحكي بالاسباب. السؤال كالاتي وعيده اخر مره، اذا اهل زوجتك طلبوا من عندك تيجي تعيش يمهم انت وزوجتك وابنك، توافق لو لا؟ انت قاعد اسوي بلبل. لا والله انا طباب خير. لا انا ظروفي الخاصه لي يعني تحكمني عادي. ما شنو عادي يعني؟ انا لي ظروفي يعني، لان هي زوجتي شلون نقول يعني اهل شلون. لا والله هو قال لي ما علي انا هسه ارجع لك. هسه اعيد السؤال للمره الثالثه، اهل زوجتك طلبوا لا ما تكمل ما اقعد انا ودي من الاخير اجيك. ما تروح تقعد مع زوجتك؟ اي مو انت تلح. اجاوبك قلت له حجم بدايه. سكتت وقلت لي لا ما سكتت. لا انا صراحه يعني ظروفي الخاصه انه عادي تخليني اقعد يمهم. تروح تقعد يمهم؟ اي ما تسحرش يعني تروح تقعد يمهم؟ لا لا اقعد عادي. انا قلت لك كل واحد حسب ظروفه. ما تريد تحشي بظروفك لو خلاص هي ظروفك. لا انه يعني عائله بسيطه وما عندهم انه فد رجال بالبيت يعني. ماكو مشكله. لا لا بالعكس. اذا هاي دعوه لاهل. كمل. دعوه لاهلها يقول ما عندي مشكله اروح اقعد يمهم لان ظروفهم يعني هم عائله صغيره. أيه. كلش صغيره اروح اقعد يمهم. فيعني ممكن تدعوه وتسهلون امره وظروفه ايضا تسمح له انه يجي يقعد يمكم. ف مناسبه هاي لو شنو مناسبه. تعال انا اعرف دزك المخرج. شلونك؟ تعال وقف هنا. تعال ليش تتريق؟ ها؟ تتريق اليوم؟ تتريق؟ شو تريق؟ تحكي قول. ها بعدين شو تريق؟ بيضة واحدة؟ ايه. احكي الصدق. بيضة لو بيض؟ بيضة. بيضة واحدة. بالغدا شنو سوت لك ماما؟ هسه اجيك يا اخي. لا بربك شنو هي؟ بنية. يا سخام بنية شلونك؟ شو تغديت؟ انا؟ تمن ومرق الدجاج. تمن ومرق الدجاج. ها دجاج اصفر لو ابيض؟ ابيض. ابيض؟ ليش امك ما عندها معجون؟ يلا سلم لي على بابا ماما ربي يحفظك ويخليك. ايمن ما عندك مشكله تروح تقعد يم اهلك؟ يم اهل زوجتك. زين اللي يقعد يم اهل زوجته شو يقولون عليه؟ بصراحه احنا قلنا بصراحه قعيدي. ايه هذا مجتمعنا هيك. لا 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 كلمة القعيدي شنو تقابل معيبة؟ لا مو هم يعتبروها معيبة يعني ما بيها شيء يعني. ما بيها شيء. ايه لا لا ابد ما بيها. اذا انت تروح تقعد مع الزوج عادي كلش طبيعي. لا مو ما تقول لي لا عادي زنجيل عادي قول لي. احنا على الهواء مباشر يعني ما عندنا مشكلة. طيب السؤال الاول انتهينا من عند السؤال الثاني اللي يقولوا عاشت ايدك جاوبك صحيح راح اعتبره لان جاوبت بصراحة.
بصراحة. السؤال الثاني واللي يقول تفضلين قاعدة مع عيالك لو مع أهل أهلك؟ مع عيالي نفس أهلي يعني ما حسيت فرق. لا أنت ما تقولي لي مشغل روحنا قاعدين مع أهلي. لا والله ما حسيت فرق يعني نفس الشيء. بس اسمحي لي أنا حسب من المعلومات اللي أخذتها من عنده تعال تعال تعال. المعلومات اللي سمعتها من عنده يقول أهلها وحدهم خطية قليلين. منو بس أمك؟ وأختي. وأختك. ما تقولي لي مشغل روحنا قاعدين ليش؟ على راحته هو. لا 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 أكو عنا بالموضوع ماذا تقولي له؟ على العموم السؤال يقول علاقتك مع صديقاتك بعدها مستمرة قبل الزواج وبعد الزواج؟ اي الحمد لله. علاقتك مع صديقاتك بعد الزواج وقبل بقت مثل ما هي؟ ايه الحمد لله. ما تغيرت بعد الزواج؟ لا لا بعد نفسها بس يعني طلعاتنا هاي شوية قلت يعني بس نطلع مستمرين نلتقي. سؤال لك الأخير أو ما قبل الأخير علاقتك مع أصدقائك قبل الزواج نفسها هي ما بعد زواجك؟ لا 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 جذرية تغيرت. تغيرت؟ أيه. السبب هي؟ ها بلشنا بس زابي يا أخي وإحنا قلنا بصراحة وصلنا يعني وعد وعد الحردين يعني 90% وينكم أصدقاء وينكم تغير عليكم ترى ما إلا ذنب هي السبب ليش تغيري على يعني هو خلش على العلم ولا يعني مطلق الحرية ويا صديقاتها بس هي لا شادت زين ليش ألطاش مطلق الحرية ويا صديقاتها شو علاقتك بعدها مثل ما هي ليش هو خليتيه تغير على أصدقائها يوم مسؤولية بقى صارت عنده لعد مسؤولية وانت هم عندش مسؤولية انت هم عندش مسؤولية وبنتها تريده ما تقدر وهي دا شوفها هي دا شوفها الله يحفظها ويخليها فجر فجر يعني شلون اليوم انا ما قدم البرنامج بس قولي لي هسه سارجع لي شوط اذا وصلنا للسؤال الاخير طيب ما طلعوا وقفتوا كاميرات هاش بيت يلا بس على السريع بقالكم سؤال واحد ان شاء الله راح تربحون الجائزه ها تفضل هلا حبيبي مكافئ بسرعه يلا على راسي قلبي تتابع شو منشول؟ ايوه انا منشول بالعزل عادي ان شاء الله صحه وسلامه قلبي تحياتي لك ها حبيبي لا لا يلا قلبي يلا كل الهلا هلا كل الهلا استاذ ممكن صوره؟ نعم صوره؟ يلا اوكي مرحبا يعني ممكن بوجهي يعني ها انا نسيت عبالي تحكي صوره؟ ممكن ويا الضيف؟ صور؟ لا ترى ده اصور يعني حتى ما ياخذ ابن احد هيك راسه يعني انا قلت لك امي يعني هذول عبالي اخذ ترى بعد يوم اخذ العفو ترى بس دقيقه تقولون تقول ما ياخذ ابن من احد يعني ما ترخصتوا بالعدل لا اصلا هو مع هي صوره هو حين على التلفزيون يعني فالصوره بس بس اختي يعني تستاذنون من ابن هي صوره ويا يعني لو وياك كان يعني يلا عادي ناخذ سيلفي جماعي لا فتذكر ترى بعد ما صورنا صراحة يعني لا واحد يعني ما بس بصراحة يعني شفتك لابس أصفر فجذبت نظري لأنه هو لون المفضل بس سؤال تعطيكم مرايات بيتكم ليش عبالي يعني شوف شكلك يشوف شخصيتك نبلش يلا ممكن صورة مثلا بلش لشون صورة 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 لا حد جميع عريضة يا بايخ رح نبلش ترى رح نبلش تعرج المكانش أوكي لو بعد بعد؟ يعني والله ما اعرف هم وين ناس والله انا على بالي اقاربكم نعم سكاكي انا توقعت يا اختي يعني هو ضيف يعني هو رب الاسره ما يسوي احنا هم اسره عائلته اوكي تعي حبيبتي عادي ما عندي وانا بس صورة عائلية بس صورة عائلية يعني بس العفو بس اذا يعني بس الشباب شنو نصور ولا شنو؟ ها؟ هسه اللي قبلكم اخذوا صور وراحوا يعني ما عرفت ليش ما طلعوا دقيقة بس مرة دقيقة انت تخبريني ياخذون اياها صورة؟ اي ناخذها عالية هم يريدون ياخذون صورة لا ما باخذ يعني شخصية لا ما تاخذيني بس هو عادي قبل ايش عليك؟ هو عادي بس رجعان ترى عفوا 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 دقيقة روح يعني مرخص ترى هنا هو ياخذ الصور يعني انت ما تحب انت تطلب طلب الخير لا مو عن طلب الخير بس انت تقول ترخصوا من عنده انا عندي تصوير عشان ابطل يوم اي بس صورة واحدة
بس لا لا ما عندي برنامج. احنا اختي كملنا يعني صورنا، شلون تنسحبون يعني؟ هي صورة شخصية يعني. انت شلون تنسحبون؟ دقيق بس خل شلون تنسحبون اذا نكمل تصوير؟ هي خلاص نصور وياكم بس هو لا مو الجوائز شلون؟ ما اريدها الجائزة. ليش؟ جوائز من شركة باريس. شكرا جزيلا، وصلت الجائزة. جائزة من شركة باريس؟ اي وصلت. جائزة من شركة باريس. تعال دقيقة. شاقر اعطيكم الجائزة من ضمن الكادر، ترى هذا مقلب. مقلب بالبيت. انت ليش ضحك؟ بالبيت ما يعرفون مقلب. صدق؟ يا معود ايش بيهم البيت يا معود؟ اهم شيء البيت يا معود. دقيقة. وين رايحين انت؟ ترى الطريق من هناك. تعال 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 ترف. بس لا تزعلون، اهم شيء ولا ازعلكم في دول قلبك. وين رايح؟ اذا نروح هم يكملون وياكم تصوير. انا شعلي اعرفهم يعرفوني. لا مو جوي. من ضمن الكادر. انفجر هم من ضمن الكادر، هذا كان مقلب. ردنا نسوي فيكم بس ما شاء الله عليك. كنت هادئه بس زعلتي وطلعتي يعني. ماكو هدوء. بس حق ماكو امراه تقبل انه في يجون بنات. أكيد. يا رجل صوره بعدين تروح يعني تدري ايش كم مره شايف البرنامج؟ اي ولا توقعت يصير بي هيك. اي والله. لا ما هم جاوبوا الرجا مال الصور. دخلت المقلب من ضمن ناس جمهور يطقون صور، فهذا ما تخطر على بالك. والله عسى جدول قلبك حبيبي غالي. ما توقعت المقلب؟ لا. جائزه من شركه باريس للسياحه والسفر الوزيريه مقابل معارض السيارات ربحتوها من قناة رشيد الفضائية ومن شركة باريس. مبروك عليكم رحلة لشخصين ممكن انه نكفر عن ذنبنا بيها. ما اعتقد. لا وهي دعوة سويت لك حتى تقول لها ديمها لزوجتك. هاي هنا راح تنحل بس بالبيت ما تنحل. تنحل ان شاء الله. وجهي لها دعوة يروح يقعد. لا صافية لبني. لا هاي. صالحتوها؟ صالحوها قولها راضية علينا. لا. راضية. أكيد. تعالوا 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 خلينا نشوف راضين ولا لا. تعالوا تعالوا تعالوا. هاي بينا مراضي. انت راضي علينا؟ طيب عموري حبيبي نعرض الحلقه لولا. اعرض نعرض الحلقه لولا. ايه عاشت ايديكم. مبروك عليكم وتحياتنا لكم. وممكن انه تتوكلون على الله مع شركه باريس رحله. اذا مشاهدينا مستمرين مع برنامج طباب خير. والله قدرنا على فعل الخير. بين الخير كله بوجوههم يعني. ماكو احد عباليك احد. طباب خير قناة رشيد الفضائية. اهلا وسهلا. وجوائز من شركة باريس السياحة والسفر. شكرا. اذا تشاركون واذا تجاوبون بصراحة راح تربحون جائزة من شركة باريس. تشاركون لو تزعبون. نشارك. نكمل. نكمل. ابو ايش لو بعدك؟ بعده بالطريق. بالطريق. على السريع لا على القديم. لا على القديم. يا رب ان شاء الله بالرفاه والبنين. تعالوا 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 تعالوا. الاسم مصطفى. ابو الصوف اختنا ساره. تعينا ساره من هاي الجهه. لو تريد انت من هاي الجهه ويا والله دقيقه. اي ماك فرق. تعال ساره ومصطفى. مصطفى هيك شويه تعال حتى نراعي الكاميرا حبيبي. تمام حلو. عشان اسوي انا ما في المخرج حتى يرتاح وياخذ راحته. طبعا شكر مره ثانيه لسوسن العلاقات حتى هيئت لنا يعني العوائل. اليوم حقت من هذا اليوم راح نستمر حبيبي. ثلاث اسئله راح نسالها لكم. برنامج طباب خير. واذا جاوبت عليها بصراحه. انت صريح؟ صريح. اكيد اكيد. انت صريحه ساره؟ صريحه صريحه صريحه. وعد؟ وعد. وعد الحردين؟ وعد؟ وعد. وعد الحردين؟ وعد. دين؟ دين. رجع لي ديني. سؤالين استنى عشان تجاوبون عليه راح تربحون جائزة من شركة باريس. السؤال الأول من اللي يقول بلش؟ نبلش. تعتقدين إنه أنت مقصرة بحق زوجك ولو 1%؟ لا لا. 1%؟ لا ما احنا اتفقنا نجاوب صراحة. ايوه بصراحة. بمصداقية. ما مقصرة بحق زوجك ولا 1%؟ بس الصبح. ما سوى له ريوك. ليش؟ ما اقدر اقوم من الفراش. شلون؟
ما اقدر اقوم من الفراش. النوم. انا احب النوم. لا حول ولا قوة الا بالله. هو يريد ريوق. هو يريد اصبح. اطلع بالخمسة ونص الصبح. اي وانت تريد تتريق. اي وهي ما تقدر تقوم. اذا فجر. هم معذورة. الله يكون معذورة؟ والله عمي يعني هؤلاء هم الشباب والرجال اللي دائما نقول احنا نموذجيين. يقول اطلع الصبح من الخمسة ونص الفجر ادور ريوق. وهي اسالها تقول لي ما اسوي لريوق لان يعني اذا من حقك تفكر بمشروع ال لا كنت ليه يعني مو على مود الريوق احنا ما على مشي لا ما ادري شفنا وحده يعني اتريق بشغل 5 الفجر اتريق بشغل ها اتريق بشغل عادي تريق بشغل عادي ولا يعني ولا ابد يعني لا 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 مبينه بالكاميرا يقول اتريق بالشغل اتريق بالمطعم بس المهم ما اتزوج وانت لا يعني احنا انت تقولين ما اقعد الصبح اي صحيح فيعني هاي المشكله الوحيده انه انت ما تقدرين تقعدين الصبح تسوي لريوق مو بيدش تحبين النوم اي صحيح اي هو لازم يتزوج المنشن ما تزوج زين بس حاولي انه تبعدين الرجل يستحق انه المراه تكون معنا موده ولو تعدكم ان شاء الله بيبي بالطريق ما يخالف معذوره هسه بالوقت معذوره هسه معذوره السؤال الثاني جيب لي اسئله السؤال الثاني واللي يقول ما مره طبيتي للغرفه وشفتيه ده يحشي بالتليفون ويا بنيه بس مره واحده مره واحده شو بنيه لا مو بنيه لا عاد قاتل اللي جاي خابر قاتل اي قاتل بالغرفه سويتي انت طبيت اللي قاعد يخابر قلت له يوم جاي تحشي ما يجاوبني جرد الموبايل طلع ولد جرد التليفون طلع ولد فما قلت لي الو شيء لا لا بس سمعتي وين ما تليفون حلو 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 حلو, حلو. إذا المقلب طلع بشيء زين السؤال هسه وصلنا له يقول الثاني إذا دخلتي للغرفة ولقيتي خاتل بس ده يحشي ويا بنية شو تسوي بصراحة جاوب يا أخي قبل ما أخدي يعني شلون تخدي شلون جاوب المخدة وحطها على وجهي بالمخدة على وجهي على وجهي المخدة ما تخنق قاعد كذي بالأفلام يحط المخدة هيك بس ايش على الطريقة هيك هيك اي يعني عندي استعداد إذا شفتي ده يحشي ويا بنية ايه تقتلين؟ طبعا قتل؟ طبعا والله لا اله الا الله ما خابر والله العظيم احنا العراقيين خصوصا المتزوجين والمتزوجين جدا ايش قصاكم متزوجين؟ احنا؟ ايه؟ ما صرنا وايد ايش قد؟ صرنا ايش يعني؟ خمس اشهر خمس اشهر ومنها ستهدده بالخرق وبالمخده وما اعرف ايش على العموم احنا طبابين خير اليوم نريد نكون والله يقدرنا على فعل الخير السؤال الاخير واللي يقول سؤال الأخير ها وقف وقفنا هسه التصوير وقفنا سؤال واحد وتربحون الجائزة بس خلي يكملوا الكاميرات ديلا ضبطوا بعد ما شوي هاي السلام عليكم أحبيب كلمك طبعا متابع برامجك كبيرة أتشرف أتشرف حبيبي أتشرف أقلك حبيبي الله شكرا حبيبي صورة عندنا وقت بس آخر صورة عمي مقلب لو مو مقلب مقلب لا صالحوها معودين صالحوها وصلحوها هذا مقلب عمي الله يساعدك اعطونا الجائزة اعطونا تعالوا تعرفوهم
عماني مو عليا والله مو عاجبين داخلي يا صور صار حوم عصر بس صح بس صار حوم ما أخلص بالبيت يعني هي إذا شو بدها تهدد بالقدل رجلها إذا شافته يحكي بالتليفون تفنقه وتقتله يا أبو عمي هاي يا غسل يقول وين رحت بس قبل صدق تعال 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 يعني إذا يروح يغسل تقول هاي وين رحت لا بربش والله إيش الغيرة إيش الغيرة وأنت عاجبتك هاي الغيرة طبعا عاجبك حلو غيرة حلو فعلا فعلا دمني شيء واحد صوتها كان ما مسموع طلع الصوت منين طالع هاي الغيرة اللي إحنا نحكي عليها برامج انه ايضا نحب نوصل رساله من خلال برنامج طباب خير رسالتنا انه غيره المراه العراقيه تحديدا ما لها حدود لكن هاي الغيره اللي دائما احنا نقول عليها مرات قد تنهي العلاقه الزوجيه فنحاول في بعض الاحيان نحكم عقلنا ودائما نكون هادئين حتى نفكر بطريقه سليمه حتى ما نخرب العش الزوجي اللي احنا بنيناه لذلك ما ممكن انه اي موقف يمر بيك انه خلص تفقدين اعصابك لازم تتحكمين عقلك وتسيطرين على نفسك وعلى علاقتك مع زوجتك وقعتوا بالفخ مثل ما غيركم وقع بالفخ لكن ربحت ويانا جائزه مقدمه من شركه باريس للسياحه والسفر رحله حتى شويه تهدون اعصابكم تسترخوا بعد ما لحقوا زين انتوا لحقتوا تاخذين صوره شيء؟ لا صوره واحده ومغوشه حرامات حرامات زين صورة واحدة ومغوشة ومغوشة يعني رسل ياه صورة رسل ياه مغوشة رسل ياه حطني رقمك لا هو يقول أنا قابل عادي ممكن تريدين لهم رقمك أبيت نطي الجائزة لا عيني لا إذا الجائزة من شركة باريس راضين علينا ما زعلانين ما انت الله راضين هاي سفرة نعرض الحلقة نعرض نعرض الحلقة نعرض إذن مبروك عليكم تحياتي لكم تحياتي وسفره سعيده مقدمه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي المشكله حتى السفره حيبطلن بعد لا 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 سفره سفره هي رجيه عارجه طبعا بس ما حد ما خليني مبروك عليكم حبايب قلبي ربي يحفظكم ويخليكم اذا مشاهدينا على راسي تعال 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 اذا مشاهدينا مع هاي الطفله الجميله ومع العوائل اللي موجوده داير ما يدورنا اذا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم خليكم قريبين من برنامج طباب خير والله يقدرنا على فعل على الفعل الخير انتظرونا بحلقات مقبله ان شاء الله دائما القادم اجمل تقبلوا تحياتي بالتقديم عمر محمد وبالتصوير عدي فوزي ومنتصر وفلاح وشكرا لسوسن بالعلاقات وجمال واكيد تحيه للاعلاميه نور الزيدي على تسهيل مهمه الجوائز اللي مقدمه خلال برنامج طباب خير تحياتي لكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة